السعودية والإمارات ترحبان بمطالبة ترامب قطر وقف تمويل الإرهاب. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نقاط هامة غرب الرقة وتبدأ اقتحام المدينة من ثلاثة محاور. وفي رمضان كيف يتخلص الصائم من سموم الجسم وآثار الترسبات؟ أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن. رحبت المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واسع مصدر مسؤول قوله إن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت، وبما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية. كما رحب سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة بتصريحات ترامب، وقال إن الخطوة التالية هي أن تقر قطر ببواعث القلق وتلتزم بإعادة النظر في سياستها الإقليمية، ما يوفر الأساس الضروري لأي مناقشات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عال جدا، وطالب الدوحة بوقف هذا التمويل فورا. كما أعرب ترامب عن أمله في أن تكون قمة الرياض بداية لنهاية تمويل الإرهاب، واصفا هذه القمة بالتاريخية. دولة قطر لطالما للأسف كانت ممولة للإرهاب وعلى مستوى عال جدا، وفي قمة الرياض جاءت الدول المشاركة وتحدثت معي حول سلوك قطر، وكان علينا اتخاذ قرار، هل نأخذ الطريق السهل أو نأخذ الطريق الصعب لكن الضروري؟ علينا أن ننهي تمويل الإرهاب، وأقول لقطر يجب أن تنهي تمويل الفكر الإرهابي. إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن نواة المشكلة مع قطر هي دعم أجندة التطرف والإرهاب. وأضاف قرقاش على حسابه في موقع تويتر أن نشر قائمة الإرهاب يمثل فرصة لمراجعة قطر لسياستها وتغيير اتجاهاتها بعيدا عن المكابرة والتصعيد، عدا أن الحل يكون عبر الحلول الدبلوماسية لا من خلال لجوء الدوحة إلى حليفيها الإيراني والتركي، مؤكدا أنه من الصعب التعامل مع قطر في ظل ازدواجيتها التي تقوم على تقويض عالم شركائها. وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت أنها اتفقت على تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب والمحظورة لديها والتي سيتم تحديثها تباعا، والإعلان عنها أبرز تلك الأسماء نتابعها مع الزميلة ميسون بركة. يوسف القرضاوي داعية مصري الأصل يعيش في قطر ومقرب من دائرة صنع القرار فيها، هو صاحب تاريخ طويل من التحريض على العنف وحث الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة وأصدر فتاوى تبرر وتجيز التفجيرات الانتحارية. محمد الإسلامبولي مصري يعيش في قطر، هو أحد قياديي الجماعة الإسلامية خارج مصر ومقرب من قادة القاعدة، هو متورط في عدد من الأعمال الإرهابية وعليه أحكام في الولايات المتحدة منذ العام 2005 لتقديمه الدعم المالي للقاعدة والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية. طارق الزمر مصري يقيم في قطر، لعب دورا في اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وهو أيضا متهم بالإرهاب والتحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة وإسقاط الدولة المصرية من خلال تصريحاته. عبد الحكيم بلحاج ليبي كان أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وأحد أبرز أفراد تنظيم القاعدة، هو حاليا رئيس ما يسمى حزب الوطن الإسلامي. إسماعيل الصلابي ليبي قائد كتيبة رف الله الصحاتي، هو شقيق علي الصلابي المقيم في قطر والمدرج على القائمة أيضا، والذي يطلق عليه قرضاوي ليبيا. وكانت مصر دعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن اتهامات لدولة قطر حول دفع فدية تبلغ مليار دولار للجماعات الإرهابية في العراق. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عد نائب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى أن دفع فدية للإرهابيين يخالف قرارات مجلس الأمن.
أن دولة قطر قامت بسداد ما يقارب مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم عندما كانوا في رحلة صيد بالعراق. إن مثل هذا الانتهاك الخطير لقرارات مجلس الأمن إن ثبت صحته ستكون له انعكاسات هامة على جهود مكافحة الإرهاب، ونقترح قيام المجلس بالتصديق على إجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وربما غيرها من الوقائع ذات المماثلة. أحييكم من جديد. في الشأن السوري، أحكمت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على مساحات واسعة من حي الصباحية من الجهة الغربية لمدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش. يأتي هذا التقدم بعد أن أعلنت هذه القوات تحرير 3 أحياء غربي الرقة بدعم من قوات التحالف الدولي. هذا وتواصل قوات سوريا الديمقراطية تقدمها في مدينة الرقة بعد أن سيطرت على الفرقة 17 وحي المشلب فضلا عن معمل السكر وقلعة هرقل. وبعد تحرير حي المشلب بالكامل، توجهت أخبار الآن لرصد الوضع هناك مع مجموعة من الصحفيين ليفاجأوا بإلقاء داعش القنابل عليهم من طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أدت إلى إصابة 2 من الصحفيين. التفاصيل مع مراسلتنا روناك شيخي من داخل الرقة. داخل مدينة الرقة في المحور الشرقي، تحديدا في حي المشلب، حي المشلب الذي تم تحريره بعد معارك ساخنة دامت 3 أيام. كما ترون حجم الدمار الذي طال الحي بسبب القصف، بالإضافة إلى دفاعات داعش التي استخدمت السيارات المفخخة والانتحاريين. لا نستطيع التقدم أكثر لأن داعش تستخدم الطائرات المسيرة التي ترمي القنابل، وقبل قليل قامت برمي أحد القنابل من هذه الطائرات على أحد زملائنا الصحفيين وأصيب 2 من الصحفيين. طبعا هناك الآن حرب شوارع تقودها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى الغطاء الجوي الأمريكي. قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من عدة فصائل، فصيل ثوار الرقة وفصيل صقور الرقة وفصيل جيش الثوار الحر. طبعا الآن كما تسمعون أصوات الهاونات التي تقع هنا وهناك. وصلنا 4 أيام والحمد لله اقتحمنا حي المشلب والصوامع والفرقة 17 ومعمل السكر، وهلأ متجهين باتجاه الرقة والريف الشرقي. وجونا السيارات المفخخة، ولهلا دايرة الاشتباكات في حي الشرقي من اتجاه الرقة من طرف المشلب. عينينا كثير، لا قدرنا نصنع الجسر. الجسر لحاله أكل معنا أكثر من 15 يوم لا قدرنا نعبره. كان العبور صعب كثير. والحمد لله ما دخلنا إلا من أبواب مدينة الرقة. قوات سوريا الديمقراطية تهاجم مدينة الرقة من 3 محاور لإضعاف دفاعات داعش. طبعا هناك المحور الشرقي والغربي والشمالي. المحور الشرقي نحن متواجدون فيه الآن، حي المشلب. كما ترون هذا الحي أصبح محررا بالكامل، تلاحظون حجم الدمار. أما المحور الغربي حيث تم السيطرة على قلعة هرقل، القلعة المطلة على مدينة الرقة حسب القياديين في قوات سوريا الديمقراطية. أما المحور الشمالي فتم السيطرة على معمل السكر والفرقة 17. روناك شيخي لأخبار الآن من داخل مدينة الرقة. أصيب مدنيان جراء إطلاق هيئة تحرير الشام النار على مظاهرة مناهضة لها في مدينة معرة النعمان بحسب ما أفاد به ناشطون. وقال ناشطون إن نحو 300 شخص من بينهم نساء خرجوا في مظاهرة أمام مقر تحرير الشام في المدينة للمطالبة بخروجها، فيما أطلق أفراد الهيئة النار بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين. ونقل ناشطون عن مصادر أهلية في المدينة أن مسلحين من تحرير الشام احتجزوا مصلين في مسجد السروجي وسط المعرة منعا لمظاهرة مناهضة محتملة.
إلى العراق، حيث تواصل حيث أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية قتل قادة كبار وأفراد في تنظيم داعش إثر قصف موجه استهدفهم في محيط جامع النوري في المدينة القديمة غربي الموصل. وأوضحت في بيان أن القصف استهدف ثكنة لتنظيم داعش الإرهابي في محيط جامع النوري، مضيفا أن القصف أسفر عن قتل الإرهابي يعرب الخاتوني مسؤول ما تسمى فرقة نهاوند، والإرهابي المكنى بأبي أمل مسؤول الأمنية في تنظيم داعش. بينما تتصاعد العمليات العسكرية ضد داعش غربي الموصل، ينجو بين الحين والآخر مواطنون أوضاع أغلبهم مأساوية، إذ سقط مؤخرا عدد من القتلى والجرحى خلال العمليات العسكرية الجارية في حي الزنجيلي، حيث ضيق داعش الخناق على الأهالي مستخدما إياهم دروعا بشرية. مراسلنا وسام يوسف اطلع على أحوال هذه الأسر الناجية من احتلال داعش وعد لنا التقرير التالي. نهار يوم كامل قضيناه برفقة الوحدة الطبية التابعة للرد السريع العراقي داخل منطقة الزنجيلي غربي الموصل، حيث تتحرر من احتلال داعش. أصوات أنين الناجين وبكاؤهم لم يفارق هذا المكان، حيث تستقبل القوات العراقية المدنيين الخارجين للتو من هذه المنطقة. هذه الطفلة التي فقدت جميع أفراد عائلتها لا تدرك ما يدور حولها من هول الصدمة، وهذا الرضيع أثرت عليه هذه السيدة تحت أنقاض أحد المنازل. أما هذا الرجل فقد ترك زوجته جريحة تحت أنقاض الأبنية المهدمة بعد أن منعه داعش من إخراجها. راحوا لي أربعة دفنتهم وثلاثة هسا توما جوا الأنقاض هسا ظلوا زوجتي وزوجة ابني وبنت ابني ثلاثة النساء والله لما هالآلات جوا الأنقاض. أول شيء كنا قاعدين لما عمل بيبسي جم الدواعش طلعونا، إحنا قاعدنا لم الصفار وقاعدين هناك وبالقصب الهاونات وليل ونهار 24 ساعة ببيتنا هم وأسلحتهم وشييتهم وبس نصيح ونبكي وما اتحملنا. اصلا شلون احنا طلعنا ما ادري، اصلا شلون وصلنا ما ادري، حد الان مو مصدقه مصدومه. هذا الطفل كتله وامه بالقصف، ماتت امه، ابوه صار له شهر شهر ونص دين يجي عليكم وما يعرفون كل شيء عنه، وهسه يتيم لا اب لا ام، وانا اصلا من الجيرانهم لا اعرفهم ولا استعرفهم، وشفته واخذته شلته بحضني وجيت به. يعني القصص هنا في هذا المكان مروعة جدا، إذ يروي الأهالي لنا جرائم مقاتلي داعش التي ارتكبوها خلال الأيام القليلة الماضية، بينها عمليات إعدام جماعية نفذها مقاتلو التنظيم على بعد مئات الأمتار من هنا، حيث لا تزال القوات العراقية تستهدف الوصول إليهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المحاصرين. يأخذون الذهب، يأخذون الفلوس، ما يخلون هوياتي المستمسكات يأخذون يقول روح يقتلون دام عدام الحديقة ما لها قدامنا انترس جثث ما لها قتلة ما لها عدام. مقاتل القوات العراقية يحاولون جاهدين التخفيف ولو قليلا عن هؤلاء الأطفال وإطعامهم قبل أن يتم إخلاؤهم إلى مكان أكثر أمناً، وإتاحة الفرصة وإفساح المجال لاستقبال مصابين آخرين ما زالوا يحاولون الوصول لهذا المكان الذي تركناه نحن أيضاً، إلا هذا الطفل الذي يرفض المغادرة من دون والدته التي يحاول والده إقناعه بأنها قد رحلت عنه. أعلن الجيش الوطني الليبي تنفيذ عملية نوعية شرقي البلاد استهدفت نقاطا للمتطرفين في مدينة درنا شرقي ليبيا. وقال ناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إن العملية أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المتطرفين فضلا عن تدمير مركز إعلامي ونقطة إرهابية. قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إنه وسط الهزائم التي يتكبدها تنظيم داعش بات يركز أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ اعتداءات خارج مناطق النزاع وخصوصا في أوروبا. وسط الهزائم التي يتكبدها داعش في سوريا والعراق، يتجه التنظيم إلى تكتيك دعائي
يتمثل بتنفيذ أفراده لهجمات خارجية. هذا ما أيده تقرير أممي جديد عرضه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أمام مجلس الأمن. قال فيه إن داعش منح سلطات أوسع للقيادات المحلية وبات يركز أكثر من أي وقت مضى على التحضير والإيحاء بهجمات خارج نطاق النزاع. ووفق التقرير الأممي فإن التهديد الآتي من داعش قد تكثف من خلال استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ونشر الدعاية إلى جمهور دولي أوسع. وعلى الرغم من أن حجم هذه الرسائل قد انخفض في الأشهر الست الماضية، إلا أن التهديدات لا تزال قائمة، لأن مناصري داعش خارج العراق وسوريا ينشرون هذه الدعاية. وفي أوروبا استخدم داعش وجوده عبر شبكة الإنترنت لتشجيع مناصريه على القيام بهجمات في بلدان إقامتهم، مما أدى إلى هجمات متعددة في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وروسيا والسويد وتركيا وبريطانيا. ووفقا للتقرير قام ببعض الهجمات إرهابيون عائدون من مناطق الصراع، فيما قام بالبعض الآخر أشخاص لم تطأ أقدامهم قط مناطق الصراع. داعش يعيش مرحلة من الوهم تقوده إلى أن مثل هذه الهجمات الخارجية ستحقق له أهدافا سياسية وعسكرية، أهداف ذهبت أدراج الرياح مع الخسائر في الموصل وحصار معقله في الرقة. أبقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على وزراء المالية والخارجية والدفاع والوزير المكلف بالتفاوض في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي أبقتهم في مناصبهم في الحكومة الجديدة والتي أعلنت أنها ستشكلها بمساعدة الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية. وكانت ماي قد فقدت أغلبيتها البرلمانية المطلقة في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم أمس. أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. تجوالنا القصير بين الصحف العربية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها دراسة تكشف فوائد مذهلة لإنجاب الإناث. كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل. وفقاً للدراسة يرجع ذلك إلى كون الفتيات يكن أكثر رعاية وحنانا للوالدين عند تقدمهما في السن مقارنة بالذكور. نطالع مشاهدين من صحيفة القدس تنبيه لمحبي السكر الزهايمر بانتظاركم. حذرت دراسة علمية حديثة من أن الإفراط في تناول السكريات قد يرفع مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر. وجد الباحثون أنه في مراحل مبكرة من المرض هناك ما يسمى إنزيم MIF الذي يتم تثبيطه، وهو ما يعد نقطة تحول في تطور المرض. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية ألام البطن المستمرة قد تكون إنذارا بالسرطان. حذرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من أن ألام البطن المستمرة قد تنذر بالإصابة بسرطان الكبد أو سرطان القنوات الصفراوية. وأضافت أن الأعراض الأخرى الدالة على ذلك تتضمن فقدان الوزن غير المبرر رغم ازدياد محيط البطن أو تصبغ الجلد أو العين باللون الأصفر. وختام جولتنا الصحفية مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بين صفحاتها الإفراط في وجبة الإفطار قد يسبب الذبحة القلبية. بينت دراسة حديثة خطر إصابة مرضى القلب بحالات خطرة مثل الذبحة القلبية وارتفاع ضغط الدم الحاد إثر إفراطهم في وجبة الإفطار الرمضانية، ويعزى ذلك إلى تناولهم كمية كبيرة من الطعام الدسم والغني بالأملاح. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا وفيها أيضا يحمل صيام شهر رمضان في طياته العديد من الفوائد المختلفة، وأهمها
الصحية، فهو يساعد الجسم في التخلص من السموم عن طريق تعزيز عمل أجهزة الجسم المختلفة. فكيف يتم ذلك؟ التفاصيل مع الزميلة منى عواد معدة فقرة التغذية في أخبار الآن، نتابع. صوموا تصحوا، فقد أجمع الأطباء باختلاف تخصصاتهم الطبية على أن الصوم أحد أهم الأنظمة الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، بل وتحث عليه معظم الأنظمة الغذائية الحديثة، لأنه أفضل الطرق لراحة الجهاز الهضمي وتخفيف الوزن، إضافة لكونه فرصة ذهبية للتخلص من سموم الجسم وإعادة التوازن الغذائي فيه. هل يساعد الصوم في التخلص من السموم الموجودة في الجسم؟ الإجابة مع أخصائية التغذية والصحة لما النائلي، نتابع. طبعا صيام رمضان من أفضل طبعا حمية الديتوكس يلي ممكن أنه نتبعها بحياتنا، لكن إذا تبعنا الصيام الرمضاني الصحيح، نتناول وجبة فطور صحية، نتناول وجبتين سناك خفيفين بين الفطور والسحور، ويكون وجبة السحور صحية، ونتناول كوب من الماء كل ساعة بين الفطور والسحور، نكثر من الخضر والفواكه، ونتأكد أن الخضار تكون عن اللي عم ننقيها الخضار الغنية بالسوائل كرمال نعوض من فقد المي، يعني ناخذ أكثر الخس، الخيار، الملفوف، هاي الخضار كتير غنية بالسوائل، وكمان الفاكهة اللي كمان مناسبة لشهر رمضان والصيام مثل البطيخ، ممكن الشمام، الدرائن، فيهم كتير نسبة كبيرة من السوائل يلي ممكن تكون بحد ذاتها حمية ديتوكس رائعة ولا أجمل من هيك. طبعا نحن دائما بنشجع على شرب كمية كبيرة من الماء برمضان كرمال أكيد ما نكون جسمنا تعبان وتكون حمية صحيحة. طبعا العصير الأخضر الجرين جوز هو من أفضل العصائر يلي ممكن ترطب جسمنا تعمل ديتوكس بطريقة صحية. ممكن نقول مكوناته حصة من الخضار بغض النظر أنا بنقيها على الشكل يلي بيناسبني، ممكن خيار، ممكن بقدونس يلي بنحبه، حصة من الفاكهة، ممكن تفاحة خضراء، حصة من طبعا البذور يعني ملعقة صغيرة من بذور الشيا، كمان بنحط ممكن شوية ثلج معهم بنحطهم بالبلندر، وممكن نحط معه شوية زنجبيل، بيكون عصير أخضر صحي ولا أروع. الصوم يؤدي إلى تحلل الخلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة ونشطة، ما يزيد من عمل وقوة وظائف الجسم المختلفة، لذلك يشعر الإنسان بعد انتهاء شهر الصوم بنقاء جسمه وزيادة طاقته. وتذكر دائما غذاؤك حياتك. يحرص الشباب المثقف على إضفاء منحا ثقافي يلون الأمسيات الرمضانية في لبنان بالأدب والفن والشعر، نظرة إلى هذه الأجواء في أمسية من مدينة بعلبك، نتابع. بالرقص الصوفي استهلت هذه الأمسية الرمضانية من تنظيم مجموعة من شباب بعلبك حتى تليق بمدينتهم وتاريخها، فتضفي جوا ثقافيا يجمع ما بين الشعر والفن والرقص. الهدف الأساسي اللي نحن سعينا له صار فيه ببعلبك اليوم ما لا يقل عن 5 أو 6 منتديات ثقافية فاعلة غير سبت بعلبك الثقافي، وطبعا هون الناس نحن وياهم أكيد ما في منافسة، بالعكس نحن وياهم نتكامل مع بعض، وبالتالي هذا الهدف الأول، صارت بعلبك فعلا مدينة للثقافة. للشعر منبر واسع تتنوع أبياته بين الإنشادية والغزلية، والحضور في حال إصغاء وانبهار وتشجيع. منتمنى كل هذه النشاطات حقيقة تلاقي إقبال من الناس، نعيد روح المحبة لمدينتنا، نبعد عن السمعة السيئة اللي عم يحاول البعض أنه يبرزها عن مدينة بعلبك، لأنه بعلبك هي تاريخ، بعلبك فن، بعلبك ثقافة. حماسية الشباب التي وصفت بالنهضة جذبت الكبار والصغار إلى هذا الصرح الذي يفيض بالفن ويعبق بالتاريخ. بعلبك معروفة بوجهها الثقافي وبالحضارة، هي طلال حيدر، هي عبد الحليم كراكلا، هي كل الثقافة، كل الشعرة بيطلع لها كتير انه يكون في عندها سهرات رمضانية ونشجع الثقافة فيها. مشي كتير حلو، عملوا جولة رمضان، نحن انبسطنا كتير وهيك حسينا برمضان، اشياء حلوة.
عبروا عن لبنان وهيدي شيء كتير حلو أنا انبسطت فيه. ولا شك في أن النشاطات الثقافية التي تحرص نخبة المثقفين الشباب على تثبيتها هي بحاجة إلى دعم دائم وتشجيع من المجتمع الأهلي حتى تستمر. الأمسية الثقافية تزين ليالي رمضان وتحفز الشباب على الرجوع إلى الفن والأدب والشعر ومنها إلى العادات والتقاليد التي باتت عملة نادرة في عصرنا هذا. لأخبار الآن تريسي أبي أنطون، مدينة الشمس، بعلبك. يقوم متطوعون في كراتشي بإعداد وجبات لمئات الصائمين داخل خيام الإفطار على جوانب الطرق، تتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة للمارة الذين يرغبون في الإفطار. وتعرض خيام الإفطار على جوانب الطرق مجموعة متنوعة من الأطعمة كالوجبات الخفيفة والمعجنات والفواكه. في خبرنا الأخير، يوفر مطعم في بلجيكا لزبائنه تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة تناول وجبة الطعام على طاولة معلقة في الهواء. أنشئ المطعم بارتفاع عن الأرض يبلغ نحو 60 متراً، وهو ارتفاع بناية مكونة من 20 طابقاً تقريباً، ويضم المطعم المعلق 22 مقعداً ومنضدة كبيرة. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. السعودية والإمارات ترحبان بمطالبة ترامب قطر وقف تمويل الإرهاب. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نقاط هامة غرب الرقة وتبدأ اقتحام المدينة من 3 محاور. وفي رمضان، كيف يتخلص الصائم من سموم الجسم وأثار الترسبات؟ بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا الكرام، أعود ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.